الله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر. سنن النسائي وسنن النسائي باب الحالة التي يجوز فيها استقبال القبلة أو استقبال غير القبلة. روى سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنه رضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على الراحلة قبل أي وجه يتوجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة وعن ابن عمر رضي الله عنه رضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مقبل من مكة إلى المدينة وفي أنزلت فإنما تولوا فثم وجه الله ورد أيضا الحديث عن ابن عمر. الروايات الثلاث كلها عن ابن عمر. نعم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته في السفر حيث قال عبد الله بن دينار وكان ابن عمر يفعل ذلك. المسألة هنا مسألة استقبال القبلة عن استقبال القبلة الوجوب استقبال القبلة. قال إذا 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 أردت أن تصلي فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبر. وأيضا قال الله تعالى حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره يعني شطر المسجد الحرام. وهذه تسقط يعني استقبال القبلة هنا اللي هو الواجب استقبال القبلة يسقط استقبال القبلة حين السفر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حيثما توجهت به دابته. عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى حيثما توجهت الدابة يقول يصلي على دابته وهو مقبل من مكة إلى المدينة لقول الله تعالى فإنما تولوا فثم وجه الله على أساس أنها قبلة من المشرق إلى المغرب وهذه في السفر خاصة. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوجه إلى القبلة ثم يصلي وحيثما توجهت به راحلته. فبعض العلماء جعلها شرطا أنه أولا يتجه حيثما دارت الراحلة يكون معها. وهذا خطأ مبين هذا من باب الاستحباب وهذا أصالة من باب التيسير والأصل في النافلة التيسير. فلعظم التيسير للتكثير من النافلة كان يصلي حيثما توجهت بنافلته. ولكن خلاف العلماء يعني إن كان سفرا أي سفر الجميل أن السفر الذي تقصر فيه الصلاة والراجح أنها 4 بلد. والصحيح في وجوه المذاهب جميعا أن السفر القصير أيضا يصح أن يصلي فيه المرء غير متجه القبلة حيثما توجهت براحلته. لأن الأصل كما قلنا أنه تيسير على المكلف للتكثير من النافلة من أجل التكفير على التقصير في مسائل الفرائض. وهذا أيضا فيه دلالة واضحة جدا على رحمة الله بهذه الأمة في مسألة التشريع ومسألة التيسير عليهم في الإتيان بالنوافل التي يرتقون بها عند ربهم جل في علا. الفوائد المستنبطة: شريعتنا شريعة الرحمة. الفائدة الثانية: حيثما كان التيسير فثم شرع الله. فعل النبي تشريع. هذه الفائدة الثالثة. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة نالت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقي الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص لي تربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيّا.